بتكتيك مش مفهوم واداء غريب من بعض اللاعبين. منتخب مصر بيودع الاولمبياد على يد البرازيل في مباراه غريبه جدا من شوقي غريب ومن بعض اللاعبين هنتكلم عليهم في الحلقه، ولكن منتخب مصر مش بيقدم حاجه مفهومه، وبرضه هنعرف ده في الحلقه. في حلقه النهارده هنتكلم فيها عن مباراه مصر والبرازيل في الاولمبياد في دور الثمانيه، وازاي منتخب مصر خرج من البطوله. طالما الحلقه وصلت لك انزل اعمل لايك عشان توصل لاكبر عدد من الناس، اول ما تشوفني اعمل سبسكرايب في القناه وفعل الجرس عشان تيجي الحلقات اول باول. يلا بينا نخش نتكلم عن هزيليه لعيبه المنتخب والمدرب. حطني رقم واحد في الهجاصين. خلونا نبتديها من بدري شويه، مش من ماتش البرازيل، خلينا نرجع شويه من دور المجموعات. منتخب مصر في الاربع ماتشات اللي لعبهم في البطوله مفيش مباراه نفس الطريقه ونفس التكتيك على المباراه الثانيه. يعني مباراه اسبانيا لعبت بشكل، ومباراه الارجنتين لعبت بشكل، وماتش استراليا لعبت بشكل، وماتش البرازيل لعبت بشكل ثاني خالص. فانت مفيش طريقه لعب معتمده بتلعب بيها في كل الماتشات. طب طريقه اللعب اللي انت معتمده او انت اصلا بتشتغل عليها من ايام بطوله افريقيا وبمرورا بقى لما لعبت الوديات واخترت اختياراتك وكل الكلام ده، بتلعب 3 4 3 او 5 4 1. ال 5 4 1 اللي انت بتلعبها دي انقرضت من قديم الازل، من قديم الازل. طب 3 5 3 5 2 اللي بتلعبها او 3 4 3 فيها حاجات لازم تعملها، او في مهام لبعض اللاعبين لازم تتحط في ارض الملعب. بتلعب ب3 ورا، 3 ورا، اسامة جلال، حجازي، الونش. الثلاثي اللي ورا دول المفروض بتحرر الباكات بتاعتك عشان تطلع تهاجم وتطير الباكات بتاعتك عشان يبقى فيه حد من ظهرهم حاميهم، او يبقى ظهرهم مفيش مساحات عشان الفريق اللي قدامك ما يستغلش مساحات في ظهرهم فمأمنهم باتنين وراهم. لكن انت ما عملتش كده، بتلعب ب3 ورا ومدي مهام دفاعيه للباكات بتاعتك سواء كريم العراقي او احمد فتوح، والاثنين بتوع نص الملعب مش مديهم خطه معينه سواء اكرم او عمار او اكرم وامام، والاثنين بيجروا في نص الملعب كده، واللي الكره اللي تيجي عنده يروح يضغط على اللاعب وخلاص. مفيش خطه مفهومه من شوقي غريب، دي حاجه. الحاجه الثانيه مخلي بعض اللاعبين في ارض الملعب لحد نهايه المباريات او بتبدا بيها مباريات ليه من الاساس. من بدايه المباريات، من بدايه البطوله ضد اسبانيا، عرفنا ان طاهر محمد طاهر دون المستوى، عرفنا ان اكرم ان كريم العراقي دون المستوى، وعرفنا كمان ان ياسر ريان دون المستوى. الثلاثه دول مش كويسين، الثلاثه دول ما قدموش حاجه. ليه بتبدا بيهم مباراه وتفضل معادهم في الملعب لحد دقيقه 60 ولا دقيقه 75 ولا حتى دقيقه 80؟ ليه؟ عندك اسلحه على الدكه كانت هديك حلول هجوميه كبيره قوي. لو كنت بدات بابراهيم عادل سواء قدام الارجنتين او قدام اسبانيا او قدام البرازيل النهارده، كنت قدرت تخرج بشكل مغاير على يعني سواء على التحولات الهجوميه او الهجمات المرتده. عارف ان منتخب مصر ما عندوش حلول هجوميه او ما عندوش خطه للتحولات الهجوميه، انت بتلعب كده، اللاعب اللي بيقطع كوره بيشتت اللاعب يستلمها بيروح نعمل هجمه. غير كده انت ما عندكش خطه. انا مثلا لاعب بتاع نص الملعب هينزل يستلم المدافعين ويبتدي هو اللي يلف ويطلع بالكوره ويبتدي يشكل هجوم او تشكل خطه في التحولات الهجوميه، لكن ده ما عملتوش. ده ما عملتوش في اي مباراه في البطوله. انت اول مباراه عملت مباراه كويسه لانك انت كنت نازل تدافع قدام اسبانيا، كنت خايف جدا من اسبانيا، مرعوب جدا من اسبانيا، لدرجه انت ما عملتش هجمات على اسبانيا تقريبا. ده واقف ومحافظ وخرجت بنقطه وقلنا لك كويس قادم افضل. الارجنتين نلعب بشكلنا المميز، لا لعبنا في بطوله افريقيا وعملنا بطوله عالميه وكل المصريين حطوا امل على المنتخب ده. جونا ده من الارجنتين قبل المباراه بتقول هنشوف وجه مصر الحقيقي، وحجازي بيطلع بيقول نلعب بافضل اداء، وعمار حمدي بيطلع يطلع تصريحات، وبتنزل قدام الارجنتين برده بتحافظ وبتدافع وتبقى خايف من اسم الارجنتين. الارجنتين كانت بتلعب بتشيرتات الارجنتين بس، مفيش ولا لاعب من لعيبه الارجنتين كان مميز. لو كنت ضغطت شويه، كنت اتجرأت شويه، كنت لعبت باداء المنتخب المصري وكنت ضغطت على الارجنتين، كنت خرجت كسبان المباراه. ضد استراليا لعبت مباراه كويسه، قدرت تكسب المباراه، ماشي مباراه طفره. جيت قدام البرازيل ولا دفاع ولا هجوم ولا لاعبين مميزين ولا اي حاجه، حتى غيراتك متاخره، تغييرات متاخره، تغييرات خاطئه. لاعبين انت تعالى نتكلم براحه. كريم العراقي، واحد زي كريم العراقي ولا بيدافع ولا بيهاجم ولا بيطلع بس صح ولا بيرفع اوبر ولا بيشط على المرمى ولا بيغطي مساحات في ظهره ولا حول ولا قوه الا بالله ولا بيمارس كره القدم. هو انت كريم العراقي ولا بيحط وشم ولا بيشرب خمر ولا يجلس مع النساء ولا بيلعب كره قدم؟ كريم العراقي تحس ده اول مره تشيرت ينزل معاه، ده كريم العراقي. الثاني طاهر محمد طاهر، استاذ طاهر مدرس فرنساوي بتاعه، الله يكون في عون الاهلاويه، حقيقي الله يكون في عون الاهلاويه. قرارات خاطئه، تفكير بطيء، ما بيطلعش الكوره صح من رجله، عقيم، لاعب عقيم ما بيقدمش حاجه. يعني لاعب ما بيقدمش حاجه، ما قعدوا لحد دقيقه 83 ليه؟
هل عمل حاجه في المباراه؟ يعني عمل هجمه، شاط شوطه، بيرجع يدافع، بيعمل ادوار دفاعيه؟ لا، ولا بيضغط، ولا بيرفع اوفرات، ولا بيعمل كرات عرضيه، ولا بيرجع يدافع مع كريم العلي عشان يقفل المساحات. طول الوقت اصلا طاهر محمد طاهر اوت بوزيشن، بره مركزه، بتلعب وينج يمين، او قبل نشوف طاهر جنب رمضان الناحيه الثانيه وينج الشمال. ده طاهر لا يفقه شيء عن شيء، وفضل موجود في الملعب. احمد ياسر ريان المفروض بديل مصطفى محمد، بديل مصطفى محمد. هنيجي الاختيارات تبقى غريب كمان شويه. ياسر ريان ولا كوره طويله بياخدها، ولا ضغط على المدافعين بيعمله، ولا استخلاص للكوره بيعملها، الكوره تبقى قريبه منه ما بيضغطش. كل الكلام ده ياسر ريان ما بيعملوش. ياسر ريان موجود في الملعب ليه؟ العلم عند شوقي غريب، عندك بره على الدكه صلاح محسن وناصر منسي، ولا ده بتنزله ولا ده بتلعبه، والاثنين عند جنبك على الدكه ما استفدتش منهم. ولما ناصر منسي لعب الماتش اللي فات قدم لك حاجه مميزه وخلاك تجيب الجون الثاني وتخلص الماتش. تجيب الجون الثاني وتخلص الماتش. دي اختيارات في التشكيله. تعالى بقى اكلمك في اختيارات شوقي غريب من الاساس. كل الناس في العالم بتدور على لاعب صانع العاب. في مصر بالخصوص كنا بقالنا كتير بندور على بديل لعبد الله السعيد، او جدنا بديل لعبد الله السعيد ان هو مجدي قفشه. مصر كلها بتدور على بلاي ميكر زي مجدي قفشه. شوقي غريب جه قال لك انا مش هلعب بلاي ميكر اصلا، هلعب 3 5 2 او 3 4 4 3، مش هلعب بلاي ميكر، هو مش هاخد بلاي ميكر معايا. فاتضحنا ان شوقي غريب جه في اوقات من المباريات بقى بيلعب 4 2 3 1 من غير صانع العاب، موضوع صانع العاب مميز. طب ليه ما خدتش قفشه يساعدك في صناعه اللعب، حتى لو هتلعبه تاني في نص الملعب جنب اكرم توفيق، على الاقل هيساعدك في التحولات الهجوميه. طب بلاش قفشه، ليه ما خدتش محمد شريف، مهاجم تقيل يلعب ياخد الكرات الطويله، ياخد الكرات العرضيه، يهدد المرمى، هيتحرك تحركات كتير عند المدافعين، يدربك الدفاع بتاع الخصم وتحاول تلعب له كرات في ظهر المدافعين. ليه ما خدتش حد هجوميا افضل، هجوميا تقيل؟ طب بلاش اختياراتك، اختياراتك الدفاعيه كانت مميزه جدا، سواء شايل وينش او حجازي او الشناوي. انت في المباراه خسران وفي اخر ده الماتش، سواء ماتش اسبانيا، سواء ماتش الارجنتين، سواء ماتش البرازيل النهارده، انت خسران الماتش، تمام؟ خسران، ليه مصر اللي تلعب بثلاثه ورا؟ انت معاك في الدفاع الونش وحجازي، اسحب اسامه جلال ونزل لاعب كمان زياده في الهجوم واضغط بقى والعب كل في الكل، خلاص 1+2=3، مش هتفرق، انزل واضغط والعب يلا. انت خسران، انت خسران، ليه تفضل محافظ انا العب بالثلاثه بتاعتي؟ ما عملتش حاجه الثلاثه بتوعك، ما عملتش اي حاجه. لولا النهارده الشناوي وحجازي والونش كنا شلنا كتير، وبالاخص الشناوي. الشناوي النهارده شال لك كذا كوره، مره كوره بصدره، ومره كوره بوشه، ومره كوره بعينه، ومره كوره بمناخيره، ومره كوره شالها بايده، وبيطلع ياخد كل العرضيات، بيطلع ياخد كل البوكسات. الشناوي لولا الشناوي النهارده كنا شلنا كتير، وفعلا زي ما كتبت على فيسبوك في وسط المباراه، يا بخت الاهلاويه بالشناوي، يا بخت الاهلاويه بالشناوي، حارس كبير، احنا قدام اسطوره قادمه، قدام اسطوره قادمه حرفيا، حارس كويس جدا الشناوي، حارس عالي قوي، حارس اسطوره قادمه زي ما بقول لكم. الونش حجازي لاعبين مش احنا هنقيمهم، مش احنا هنقيم ونش حجازي، لاعبين في مكان تاني في حته تانيه. اكرم توفيق لاعب تقيل قوي، لاعب استوى جامد. عمار حمدي لاعب تقيل، لاعب مميز، لاعب للمستقبل، سواء لاعب نمره 8 او صانع العاب او وينج حتى، لاعب للمستقبل. شوقي غريب قتل كل احلام اللاعبين التقال اللي احنا بنلعب بيه، قتل كل احلام اللاعبين الرجال اللي كانت في ارض الملعب. كنت محتاج النهارده مباراه، كنت محتاج حد تقيل زي طارق حامد في نص الملعب مثلا، لاعب يبقى جنب اكرم توفيق، اتنين كساحات الغام في نص الملعب يخوفوا اي حد، يقطعوا ويستخلصوا ويضغطوا ويضربوا وياخدوا الكرات وكل الكلام ده. لكن النهارده انت سواء عمار او سواء امام مش هيبقوا بقوه طارق. جنبك اكرم توفيق، اكرم توفيق لاعب تقيل قوي قوي قوي، لو كان جنبه طارق كان نص الملعب اتقفل تماما، كان ضبه ومفتاح خلاص، كنت قفلت نص الملعب. ولكن هارد لك لكل اللاعبين الرجاله اللي لعبت بجد. هارد لك للونش، هارد لك لحجازي، هارد لك للشناوي، هارد لك لفتوح، هارد لك لاسامه جلال، هارد لك لعمر حمدي، لاكرم توفيق، لرمضان صبحي، لصلاح محسن، لناصر منسي. كل اللاعبين لعبوا برجوله النهارده، او كل اللاعبين اللي لعبوا برجوله طول المباراه، طول البطوله. لعبوا برجوله فسقف لهم. لكن اللاعبين اللي ما لعبوش برجوله اتمنى ما نشوفهمش تاني. ما نشوفهمش تاني في اي منتخب، ولا اولمبي ولا اول ولا اي حاجه. دول بقى يروحوا يلعبوا في فرقهم في الدوري، والحمد لله على كده.
لاعبين دول المستوى، سواء بقى طاهر، ياسر ريان، كريم العراقي، ايا كان بقى اللاعبين اللي كانوا سنين في المباراه. هارد لك كل اللاعبين، هارد لك للمنتخب المصري. جبن شوقي غريب هو اللي ادى لكده، لو معانا مدرب جريء شويه هو اللي ادى لكده. وبعد اللي شفناه من شوقي غريب، وبعد اللي بنشوفه من حسام البدري، انا من واحد من الناس اللي اقتنعت تماما ان مفيش مدرب مصري يستحق يدرب منتخب مصر. كل المدربين المصريين فقراء جدا تكتيكيا وفقراء جدا فنيا، ما يقدروش يمسكوا منتخب مصر، سواء شوقي غريب او حسام البدري، سواء ده او ده، الاثنين جبناء جدا، الاثنين ما عندهمش حلول هجوميه، ما عندهمش حلول، ما عندهمش تكتيك، ما عندهمش فكر تكتيكي، ما عندهمش فنيات دون المستوى الفني. مفيش مدرب مصري هيقدر يمسك منتخب مصر ويعمل بيه حاجه قولا واحدا، وده هنشوفه مع شغل مع حسام البدري، سواء في بطوله كاس العرب او افريقيا. هارد لك لكل الفريق، الرجاله، اللعيبه الرجاله، هارد لك. تشوفكم ان شاء الله مع المنتخب الكبير بتقدموا حاجه كبيره، وانتم المستقبل، سواء اكرم، عمار، رمضان، فتوح، كل اللاعبين دي مستقبل المنتخب ان شاء الله في الايام اللي جايه، ومش عايز انسى حد من اللعيبه يعني، كل اللعيبه الرجاله ان شاء الله دول اللي هيبقوا مستقبل مصر في الاونه القادمه. هارد لك لكل الناس. البرازيل مش هتاخد ميداليه، بقول لكم في اخر حلقه، البرازيل بالمستوى اللي شفناه النهارده دي مش هتاخد ميداليه. اليابان واسبانيا والمكسيك تقال قوي 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 عن البرازيل. في الاول وفي الاخر ده هارد لك، وفي الاول وفي الاخر ده راي شخص واحد، هو راينا في المباراه برازيل ومصر. قول لي رايك انت في المباراه في الكومنتس، قول لي توقعك، هل شوقي غريب هيقدر يكمل مع منتخب واتحاد الكوره هيسيبه يكمل مع منتخب، ولا خلال ساعات هنسمع عقال شوقي غريب ونشوف مدرب جديد سواء مصري او اجنبي؟ قول لي توقعك في الكومنتس، ولو حلقه جديده سيبش من لايك عشان توصل بقى للناس. اول مره تشوفني اعمل اشتراك في القناه وعلى الجرس عشان يجيلك الحلقات اول باول. طبعا على السوشيال ميديا بتاعتي هتلاقي الديسكربشن تحت، نشط جدا هناك، انزل تابعوني، اعمل فولو، واعمل مش عارف على فيسبوك، تويتر، كمان معاكم في الحلقه الجايه. سلام.